بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين برنامج الجريء على شاشة الصحة والجمال الفضائية المصرية، أهلا وسهلا بكم في برنامجي وبرنامجكم الجريء. طبعا قبل ما أبدأ حلقة اليوم بنبدأ كلامنا بكلام الله، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طبعا احنا معانا الحلقة هتتكلم النهاردة عن محاور كتير، عن جمهورية مصر العربية وإنجازات طبعا من 2014، إنجازات للرئيس. هيكون معانا طبعا تقرير 25,000 مشروع قومي، حصيلة إنجازات الرئيس السيسي في 6 سنوات. طبعا الرئيس استلم مصر في 2014 بأنه 6 سنين، حصاد 2020. كانت مصر في 2014 خراب دمار، طبعا كلنا غصب عن القاسي والداني شايفين مصر في المقدمة، شايفين مشاريع قومية، شايفين استثمارات، شايفين طرق، شايفين كباري، شايفين زراعة، شايفين مصانع، شايفين كل حاجة أمامنا على الشاشات بتتعرض. وإحنا برضو هنعرض تقرير طبعا خارجي، وزي ما وعدناكم من خلال برنامج الجريء هنكون معاكم من الصعيد لإسكندرية، هنكون معاكم في كل محافظة. طبعا أنا من محافظة السويس، كل حلقة بجيبها عن السويس، قلنا نخرج عن إطار محافظة السويس شوية ونبقى في المحافظات. احنا عرضنا طبعا جميع محافظات مصر على شاشة الحدث وشاشات كتيرة فضائية، وطبعا من خلال الصحة والجمال بنعرض حصاد طبعا 2014 ل2020 ونهاية 2020 وداخلين في 21. ربنا يرفع عنا البلاء والوباء، ويعني طبعا احنا في جائحة كورونا، ياريت الناس تخلي بالها ويعني الوقاية، يعني مش هنتكلم كتير، ياريت نخاف على نفسنا شوية. التباعد، الناس تلبس الكمامات، الناس تحافظ على نفسها شوية، المرض بيزيد، وياريت احنا كمان نخلي بالنا شوية، يعني مش عشان خاطر انفسنا، اولادنا اللي في البيت ما لهمش ذنب، اهالينا ما لهمش ذنب، اصحابنا ما لهمش ذنب، الناس لازم تخاف على انفسها شوية، وربنا يرفع عنا البلاء والوباء، وان شاء الله تخش علينا سنة يعني 21 بكل خير وسلام. انا ياريت السيد المخرج الاستاذ محمد الكيلاني نطلع نتفرج على التقرير 25 مشروع قومي حصيلة الإنجازات، ونطلع نجيب ضيف الحلقة الأستاذ سيد أبو الغيط، رجل أعمال طبعا من محافظة الشرقية. هنطلع نجيب الضيف ونتفرج على التقرير ونرجع لكم تاني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن. الحفاظ على مصر هو قسم السيد الرئيس الذي تضمن الحفاظ على كرامة أبنائها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والبدء سريعاً في مشروعات قومية ضخمة لتحقيق إنجازات كبرى في مجالات يصعب أن يتخيل أحد أنها تحققت في 6 أعوام فقط. ست سنوات من الإنجازات عادت لمصر خلالها شمسها الذهب. مصر عادت شمسك الذهب، تحمل الأرض وتغترب. فنفضت عنها غبار سنوات من الإهمال، توقفت خلالها قاطرة التنمية وتقطعت بها السبل. بدأ الحلم في يوليو من عام 2014،
ليتخطى الواقع كل الآمال ويفوق حدود الخيال، لنرى نحو 25,000 مشروع في مجالات التنمية المختلفة بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه مصري. لتشهد الفترة من يوليو من عام 2014 وحتى ديسمبر من عام 2019 الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16,000 مشروع تنموي وخدمي في كافة القطاعات بتكلفة كلية تقدر بنحو 1,200,000,000,000 جنيه، وتستمر عجلة الإنجازات في دورانها، ومن المنتظر تنفيذ 9,000 مشروع بتكلفة كلية بلغت 1,000,000,000,000 مصري. تصدر قطاع البترول والثروة المعدنية باقي قطاعات الدولة بعدد مشروعات بلغت 326 مشروعاً وبتكلفة كلية بلغت 1,100,000,000,000 جنيه، من بينها 97 مشروعاً جرى الانتهاء من تنفيذها وبتكلفة إجمالية بلغت 1,000,000,000,000 جنيه، فضلاً عن 229 مشروعاً جرى تنفيذها بتكلفة بلغت أكثر من 47,000,000,000,000 جنيه. قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي يخطو بثبات نحو إنشاء محطات الطاقة النظيفة والمتجددة بعد سنوات عانى فيها المصريون من الظلام، وتم تنفيذ 538 مشروعاً بتكلفة بلغت 387,000,000,000 جنيه. العلمي جرى الانتهاء من 200 مشروع بتكلفة نحو 9,000,000,000,000 جنيه، وجاري تنفيذ نحو 521 مشروع بتكلفة كلية بلغت 55,000,000,000 جنيه، بينما كان نصيب قطاعي الري والزراعة حوالي 1,314 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 38,000,000,000 جنيه، وجاري تنفيذ 338 مشروع بتكلفة نحو 75,000,000,000 جنيه. وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد والمحافظات الحدودية والتي عانى أهلها من الإهمال طوال عقود مضت، شهدت هذه المحافظات إقامة 4,446 مشروعاً للصعيد بتكلفة كلية نحو 296,000,000,000 جنيه، من بينها 2,343 مشروعاً جرى الانتهاء منها بتكلفة نحو 51,000,000,000 جنيه، بالإضافة إلى 1,498 مشروعاً في المحافظات الحدودية بتكلفة 182,000,000,000 جنيه، بينهما 658 مشروعاً تم الانتهاء منها بتكلفة وصلت ل 18,000,000,000 جنيه. قاطرة التنمية لن تتوقف بالرغم من العقبات التي فرضتها الأزمة العالمية، ولا تزال جعبة الإنجازات ملأى بالمشروعات الجاري تنفيذها حتى يونيو من عام 2021. وتحظى محافظة بورسعيد بنصيب الأسد بعدد مشروعات يبلغ 270 مشروعاً بتكلفة 357,000,000,000 جنيه، تليها محافظة القاهرة ب 1,204 مشروعات بتكلفة كلية نحو 343,000,000,000 جنيه، ومحافظة الجيزة ب 685 مشروعاً بتكلفة وصلت إلى 242,000,000,000 جنيه، ومحافظة الإسكندرية ب 410 مشروعات وبتكلفة كلية وصلت إلى 134,000,000,000 جنيه. مشاهدينا الكرام، التقرير يتحدث عن نفسه. طبعا التقرير ده 25,000 مشروع قومي حصيلة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014. زي ما قلنا الرئيس أو دولة الرئيس
أو دولة رئيس الوزراء أو وزارة التنمية المحلية بجميع محافظين مصر. طبعا كانوا مستلمين مصر من 2014 في خراب ودمار. النهاردة احنا حصاد 2020، شفنا التقرير يتحدث عن نفسه من مشروعات قومية لطرق لرصف لإنارة لمزارع لصناعة، ومصر فعلا يعني في المقدمة. طبعا الكلام ده غصب عن القاسي والداني. طيب عشان الوقت ما ياخدنيش، احب يعني ارحب بضيف الحلقة الحاج سيد ابو الغيط، رجل اعمال من محافظة الشرقية. مرحب بيك يا حاج سيد. مرحب بيك يا فندم، شرفت برنامج الجريء وشاشة الصحة على والجمال. تلبية الدعوة، وانا شرف لي ان اكون في القناة وبرنامج الجريء بالذات يعني. الله يكرمك، منور منور الدنيا نورك كلها. نورك الله يكرمك، نورك يا فندم. طبعا حاج سيد احنا اتفرجنا على تقرير، ماشي يا فندم، التقرير ده انجازات وحصاد 2020. تمام. كنا مستلمين مصر، طبعا السيد الرئيس استلم مصر في 2014 خراب ودمار، ويعني ما كانش في حاجه نافعه على مستوى المحافظات. تمام. طبعا مصر ذكرت في القران 5 مرات بشكل صريح و34 مره تلميح وتصريح. تمام. مصر ذكرت في التوراه والانجيل 698 مره، مصر المصري المصريين. تمام. مصر ذكرت في أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد وسفر التكوين وسفر الرؤية والأناجيل الأربعة. إحنا المصريين أمة في رباط ليوم الدين. مصر أم الدنيا يا فندم. آه طبعا الناس اللي قاعدة برة على الشاشات الفضائية المأجورة وجايبين الإعلاميين، للأسف حرام نقول عليهم مصريين، دول أصلا يتسحب منهم الجنسية المصرية. طالعين يهاجموا مصر، مش عاجبهم اي حاجه في مصر، ولا رئيس جمهوريه نافع ولا وزير نافع يا فندم، ولا يا فندم وزراء. ده اعلام ماجور، ده اعلام ماجور وممول. نعم ده اعلام ماجور وممول. طالعين يشوهوا في صوره مصر. احنا المصريين امه في رباط ليوم ان شاء الله. مصر ام الدنيا فندم. وطبعا قبل كل شيء ان شاء الله ربنا يرفع عنا البلاء والوباء. امين يا رب. في جائحه كورونا يا ريت الناس تحافظ على نفسها. امين يا رب. وعلى اولادها وعلى اصحابها وعلى حبايبها، يا ريت الناس التباعد والالتزام بالكمامات، ويا ريت نحافظ على بعض. وان شاء الله ربنا بيقول يعني للشيء كن فيكون، ربنا يرفع عنا البلاء والوباء. مرحب بك يا سيد. مرحب بيك. مرحب بك يا فندم. كلمني بقى على التقرير الخارجي اللي حضرتك شفته من وطبعا 2014. شيء عظيم وشيء ملموس، ودي طبعا التاريخ هيكتب بعد 50 سنة، مش هيكتب دلوقتي، التاريخ هيكتب بعد 50 سنة ان فعلا مصر دلوقتي بتتبني، دي مصر الحديثة. نعم ديت فعلا مصر الحديثة. واسمح لي يا فندم. اتفضل. كل الشكر والتحية للشعب المصري على تحمله الإجراءات الاقتصادية الصعبة وذلك لبناء الوطن، وهذا ثقة في سيادة الرئيس. كل الشكر والتحية للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر المحترمة على إدارته شؤون البلاد في المرحلة الصعبة، وعد بينا لبر الأمان. نعم. وبص يا فندم على الدول كلها تلاقي دي مصر أم الدنيا بفضل شعبها وبفضل الجيش والشرطة. يعني هنقول مصر قاطرة التنمية إن شاء الله. قاطرة، والمؤشرات العالمية كلها بتقول دلوقتي إن مصر مؤشر الاقتصاد صاعد لفوق، وده كرم من عند ربنا. كل الشكر بقى والتحية للقوة الصلبة اللي هم رجال القوات المسلحة. نعم. كل الشكر والتحية للقوات المسلحة الأرض. الناس المصرية واقفة على الحدود بتحمينا. لأننا يا فندم أثناء الثورة كان للأسف يمكن 90% من الشعب المصري كان خايف. نعم. والحمد لله الوقت في الأمان وبفضل الناس ديت. الصور دي حضرتك كنت فين فيها يعني؟ ده يا فندم أنا بعشق الجيش المصري، لأن الجيش ده تاريخ. نعم. الجيش المصري ده تاريخ فعلا. وشرفت بسياده اللواء محمود شاهين، ده من ابطال الجيش المصري وانسان، وتشرفت ان انا جلست معاه ساعه وكلمني على انجازات الجيش المصري. نعم. وعن تاريخ مشرف، ومن
ايام محمد علي والجيش المصري مشرف وكتله واحده صلبه لانهم ابناء الشعب المصري. هقول ايه ولا ايه؟ في الجيش المصري ده شرف للدنيا كلها. كفايه هم واقفين على حدود بيحمونا طبعا يا فندم، طبعا في الشتاء وفي الاراضي اللي احنا فيها، طبعا طبعا، والمواطنين طبعًا في امن وامان طبعا، طبعًا ولا طبعًا ننسى فندم دور الامن الداخلي رجال الشرطه البواسل. طبعا يا فندم، طبعا طبعا، الناس دي برضو بتحمي طبعا جامد بدور رجال الدين الاسلامي والمسيحي على الكنائس وعلى المساجد والمداخل والمخارج والكمائن، تمام، وضحوا بارواحهم طبعا. نتمنى الشفاء للمصابين وربنا يرحم الشهداء، لان كل بيت ضحى بشهيد بس من اجل مصر. نعم. لازم ندفع ضريبه، واللي دفع الضريبه القوات المسلحه والشرطه بجد، فلازم يعني نقول لهم ربنا يقويكم وربنا يبارك فيكم، وانتوا درع مصر ودرع الوطن العربي. كلمني بقى على الاستثمار بقى سيد حضرتك، راجل مستثمر، راجل اعمال، وعندك اعمال طبعا في قطاع العين السخنه بمحافظه السويس بنطاق حي عطاقه. شرف لينا يا فندم. الله يكرمك. وحضرتك راجل من الشرقيه، وانا اعرف الناس الشرقوه دول اطيب ناس. طبعا طبعا، يعني طبعا ناس طيبين طيبين. شرف ليا يا فندم. يعني لا شرف ليا يا فندم. عرف الساده المشاهدين بنفسك، وعرف حضرتك يعني عن الاستثمار وقطاع الاستثمار اللي حضرتك بتقدم منه الماده الاستثماريه. انا شرف ليا ان انا اكون من قريه ميت العز، ابن قريه ميت العز، مركز فاقوس، محافظه الشرقيه. احسن ناس. ربنا يكرمك يا فندم. انا هقول لك انا ليه استثمرت في مصر. نعم. الاستثمار طبعا له اليات او له عناصر، ومن كرم ربنا علينا الاليات والعناصر. بمعنى فضل. الاليات ونرجع للعناصر. ماشي يا فندم، ماشي. الاليات الاستثمار تكون بنيه تحتيه، وهنتكلم هنلقي الضوء على الاليات ديت. نعم. على سبيل المثال الطرق، طبعا احنا كان قبل الثوره الطرق كانت صعبه جدا جدا جدا، بفضل القياده السياسيه والرؤيه السليمه بدا يعمل طرق. كانت الناس بتقول لي بيعمل طرق ليه؟ لا، الطرق لولا وجود الطرق مش هيكون في استثمار، وهقول لك ليه. اتفضل. الطرق يا فندم طبعا بتربط المواني بالمواني، بتربط المواني بالمنشآت الصناعيه، بتربط المواني بالمطارات، فلولا الطرق مش ما يكونش في استثمار. هنتكلم تاني يا باشا على المواني. الدول اللي ما فيهاش مواني ما ينفعش فيها استثمار ولا فيها تصنيع، لان عطلنا طبعا بتعز الشحن والتفريغ ونقل البضائع، فمن كرم ربنا علينا ان مصر فيها اكثر من 5 مواني. تمام. وطبعا تم تطوير المواني، وتم اطاله الارصفه في المواني، وتم تعميق المياه لكده بترسي اي سفينه بترسي على الرصيف، وتم توسعه ساحات المواني لكده بتستقبل اي كميات من الحاويات بتنزل، وده برضو بيضيف او بيهيئ البيئه للاستثمار. هنتكلم طبعا على المطارات. قطاع العين السخنه حاج سيد لوحده بمحافظه السويس فيه اكتر من 6 مواني. قطاع العين السخنه يا فندم، علشان كده، علشان كده بقى اسكندريه. تمام تمام. علشان كده انا رحت السويس واستثمر في السويس عشان النقطه دي طبعا. طيب انا معايا من خلال المداخله الهاتفيه المهندس بهاء الدمتري نائب رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بالغرفه الصناعات. مرحب بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم. مرحب بيك باشمهندس. احنا كنا بنتكلم عن طبعا التطوير والطرق وانجازات السيد رئيس الجمهوريه من 2014 حصاد 2020. طبعا عرضنا تقرير خارجي 25,000 مشروع قومي حصيلة إنجازات الرئيس. أيوه تمام. كلمني بقى، أنت شايف مصر في المقدمة إزاي يعني من الصناعات والمشاريع الكبرى يعني. أنا شايف اهتمام من الدولة بالصناعة، وشعار خطة هامة جدا موضوعة باسم تعميق التصنيع المحلي. والحقيقه الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لمصر،
لأن أكتر حاجة تنشط الصناعة وتنميها إن تكون المكونات بتاعتها حواليها وجاب قريبة منها وسهلة الوصول إليها. الحقيقة خطة تعميق التصنيع المحلي واللي بيتبعها تشجيع الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية اللي عندنا في مصر، ده موضوع مهم جدا ومن أهم ملامح الفترة اللي فاتت في خصوص الصناعة. وأنا شايف إن الدولة والحكومة بتقوم بمجهود طيب جدا جدا في هذا الاتجاه. تشجيع الصناعات المغذية هيتبعه تشجيع كتير جدا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة واللي الدولة رصدت لها مبالغ كويسة والخطة جيدة جدا مع البنك المركزي للتمويل. بتمنى كل التوفيق للصناعة المصرية وللدولة ولفخامة السيد الرئيس، إن شاء الله المزيد والمزيد من التقدم. يعني نقول مصر في المقدمة يا باشمهندس. أكيد طبعا. ماشي، أشكر حضرتك، أشكر حضرتك يا فندم. طبعا نرجع لمرجوعنا عن الصناعات والطرق. تسمح لي يا فندم؟ اتفضل. هكمل بس الآليات اللي بتاعت الاستثمار والتصنيع. احنا هنتكلم بقى على المطارات، طبعا اتكلمنا على المطارات. هنتكلم على الطاقة. الطاقة ده طبعا شيء أساسي في الاستثمار والتصنيع. تمام. بمعنى انت عندك الوقت كان قبل الثوره كانت الكهرباء بتيجي كل 24 ساعه 5 6 ساعات. تمام. ده في المنازل هنستحملها، لكن بقى لما في التصنيع يا فندم لازم الكهرباء موجوده 24 ساعه وبكل الفولت اللي انت عاوزه او الوات اللي انت عاوزه. يعني انا عندي في المكان اللي انا شغال فيه انا عندي فايض في الكهرباء والغاز طبعا دي تبع الطاقه. الغاز ده بقى ما يكونش فيه عبء بقى على المنتج اللي انا ببيعه، لان الغاز طبعا لو هتدفع كهرباء 100,000 مثلا سي 100,000 الغاز ممكن تدفع 20,000. تمام. فوجود الغاز طبعا ما بيكونش فيه عبء على سعر المنتج، فكده ممكن ننافس في السعر وكده. يعني هنيجي بقى للايدي العامله يا فندم. الايدي العامله كنز. احنا من كرم ربنا علينا ان اكتر من 60 او 65% شباب، والشباب ده هو عصب الامه وهو عصب الصناعه. تمام. هنيجي بقى للتحول الرقمي والتكنولوجيا، دي شيء ممتاز. لولا وجود هذا الكلام برضو ما ينفعش يكون في استثمار ولا صناعه. واحنا طبعا شهدنا طفره كبيره في التحول الرقمي. يعني ممكن سعادتك وانت قاعد في البيت تعمل اي معامله في اي دوله اجنبيه وانت قاعد في بيتك، لا هتسافر ولا هتروح تركيا للاسف. وتركيا حط 100 خط احمر تحت الكلام ده. تمام. للاسف دلوقتي يا فندم يمكن طب انا هستاذنك بس انا معايا المهندس كريم صبحي مدير البحوث فضل بشركه السويس للمكونات الصناعيه والتطوير. مرحب بيك يا باشمهندس كريم. شرف كبير ليا والله. مرحب بيك. حياتي الاستاذ هاني وحياتي للحاج سعيد. الله يكرمك. شرف لينا يا حبيبي والله، شرف لينا. باشمهندس احنا كنا بنتكلم مع الحاج سيد طبعا ابو الغيط، رجل صاحب اعمال في الصناعات، بنتكلم عن انجازات السيد الرئيس. عرضنا تقرير 25,000 مشروع قومي حصيلة انجازات السيد الرئيس من 2014 وحصاد 2020. تمام يا فندم. يعني انا طبعا بوجه تحياتي لحضرتك وللحاج سيد. تحياتي يا فندم. تحياتي للمعدين على البرنامج والمعدين للتقرير اللي حضرتك سبقت بيه الحلقه. يعني طبعا يعني استكمالا لكلام المهندس بهاء، الكلام محترم جدا. احنا حابب اتطرق يعني لنقطتين هم في صلب الموضوع، اسمح لي يعني يا استاذ هاني. اتفضل اتفضل. النقطه الاولى طبعا زي ما تفضل المهندس بهاء هي اهميه الصناعات المغذيه ودور القائمين عليها في اسرع العمليه الانتاجيه، وده امر مهم جدا للصناعات المتوسطه او حتى الصناعات الثقيله. تمام. يعني يا جماعه احنا بنقول ان دي الفرص الحقيقيه الوحيده بهدف تعميق المنتج المحلي، وخلي بال حضرتك هي دي المبادره تمام اللي الدوله بتشجعها. تمام. تعميق المنتج المحلي للحد من الاستيراد وتوفير العمله الاجنبيه. انت معايا يا استاذ هاني؟ معاك يا فندم. طبعا عن تحقيق قيمه مضافه كبيره وخلق فرص عمل لحصر على اهل الشباب.
دي امور كلها لازم ناخدها بعين الاعتبار. تمام. يعني طبعا زي ما تفضل المهندس هاني، انا المهندس بهاء عفوا، انا مش يعني مش هتكلم في النقطه دي كتير، ولكن يعني اسمحوا لي ان انا اتطرق للنقطه الثانيه، وهي الامكانات المتاحه للمصنع فنيا واداريا. تمام. احنا بنتكلم عن نوعين، احنا بنتكلم عن نوعين من التكنولوجيا بتبنى عليهم اكثر من 70% من حجم المكونات اللي بتنتج وقطع الغيار اللي في السوق، اللي موجود في السوق. تمام. تمام. وده بيخلق يعني فرص حضرتك استثماريه مستدامه. تمام. منتجات مختلفه وصناعات مختلفه. يعني انا مش انا 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 مش هفضل في صناعه واحده، انا مش هفضل اكون انا مش صناعات مغذيه لجهاز واحد او في مجال واحد. بالعكس، انا التكنولوجيا بتوفر لي امكانيات ان انا اتطرق لكل الصناعات. تمام يا فندم. انا اتمنى يا فندم ان صوت الحاج السيد يوصل للساده المسؤولين ان شاء الله لتسليم اي عقبات ممكن تحول دون فرصه استثماريه عظيمه زي دي. وانا بشكركم شكرا جزيلا وبتمنى التوفيق للجميع باذن الله. طيب يعني انت شايف مصر راح بينا على فين يا باشمهندس؟ والله يا فندم احنا يعني كل اللي احنا شايفينه ان احنا شايفين تطور. تمام. وشايفين امور كلها ايجابيه، لازم يعني نشهد لها ونكون دايما في ظهرها وظهر بلدنا. احنا كلنا يعني متربيين في البلد، احنا وطنيين ونحب بلدنا جدا. تمام. فضل. وهنفضل نحارب لحد ما نوصل لان احنا كل مكوناتنا وكل منتجاتنا احنا نكون بننتجها 100% باذن الله. تمام. هو ده دورنا كمهندسين في الصناعه، ودي جبهتنا اللي احنا بنحارب فيها واللي احنا نفضل مكملين فيها ان شاء الله. المهندس أشكرك. كريم صبحي، اتوجه اليك بالشكر. أشكرك. شرف ليا ان انت معانا في شركه يا باشمهندس. اشكرك. شرف كبير ليا والله. اتفضل. طبعا شفنا وسمعنا. تمام. كلام المهندس كريم صبحي. تمام. تمام يا فندم. طبعا احد الشباب. تمام. الصاعد الواعد. تمام. يعني انا هخلي الكلمه لحضرتك. انا بستسمحك يا فندم ان انا القي الضوء على شخصيه الباشمهندس كريم. اتفضل. ده شاب اتولد في مصر وتعلم في مصر، وانا بفخر ان هو معانا في الشركه وان هو سند كبير في الشركه، هو وكم مهندس دول اولاد مصر. انا اتحدى وعلى الهوى ان المهندس كريم ده، يعني لو جبت لي مهندس من اليابان والله ما بسوف الكلام، لو مهندس في اليابان وقلت لي خد المهندس الياباني ده يشتغل عندك، هقول انا عاوز الباشمهندس كريم. يعني نقول مصر بجد والله ده ابن مصر. مصر ولاده. ولاده. ايوه ولاده. بس محتاجه بقى شرف. محتاجه شرف. محتاجه يا فندم معلش ان الدوله تطبطب على الناس دي. الناس دي لو لقيت بيئه كويسه تشتغل في الصخر. الناس دي اتعاملت معايا اعجازات وانا بنجل خطوط الانتاج وبركبها. المفروض يا فندم هقول لك بقى معلش بسرعه، الخط الانتاج اللي ركبته ده بسرعه ليه على مهل؟ لا لا ماشي على مهل. لا 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 على ربنا يكرمك يا فندم. خط الانتاج اللي ركبته ده المفروض كان يجي ناس من ايطاليا ركبوه. تمام. بتكلم بجد. تمام. شوف كان هيكلفوني كام، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى المهندسين المصريين يعني عقليه فذه والله العظيم. كنا خليت نحل بنشتغل واحنا بنركب خطوط الانتاج. لو كنت تعرف صاحب المصنع من المهندس من العامل من عامل النظافه من اللحام من الكهربائي، هي دي مصر. بس بنقول يا فندم ان احنا عاوزين نطلع، عاوزين العون، مش عاوزين من الاخر. اتفضل اتفضل اتفضل. اليد العامله. طبعا كلمني عليها. لا ده ما هو ده نموذج. وكلمني برضو عن شبابنا. ما هو دي نموذج يا فندم. دي نموذج الشباب المصري اللي في ناس كتير تقول لك ايه اصلك الشاب المصري او العامل المصري ده مش بتاع شغل. لا لا للاسف للاسف. اديله بص يا فندم راجل في الصناعه طبعا 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 وانا راجل من المستثمرين. ربنا الله يخليك ربنا يكرمك. لا لا يا فندم انا لمست الكلام ده. ان فعلا الشاب المصري اديله امكانيات وهيئ له الجو وهيدي لك اعلى صناعه. تمام. لان سبحان الله بالفطره كده الناس اللي بتحب بلدها والانسان لو عنده وطنيه وبيحب بلده خلاص امشي وراه بجد والله. الناس ديت انا لما بطل لو عاوز 100 قطعه في الساعه والله العظيم يدوني 150. بسم الله ما شاء الله واقفين في ظهري. فانا اسمح لي بقدم رساله بقول لكم مش تقلقوا. وان شاء الله احنا هنسير في نفس الطريق. ليه بقى؟ لان سياده الرئيس اسمح لي يا فندم. اتفضل. فخامه الرئيس واخد النهج بتاعه ان ايه بقى
الصناعه والاستثمار والشباب والكلام ده. ونحن يا فندم بنغرد جوه السرب، بنغرد داخل السرب، بمعنى في نفس اتجاه الدوله وسياسه الدوله وتحت رعايه سياده الرئيس، احنا ماشيين في نفس الاتجاه. وعشمنا كبير من الساده المسؤولين. انا طبعا هستسمح سعادتك ان انا هتكلم عن قصه كفاح. اتفضل. الشركه بتاعتي اللي انا اشرف ان انا شركتي ان انا شركه السويس للمكونات الصناعيه. تمام. اسمح لي هتكلم باستفاضه، اللي هنقول دي فعلا كانت قصه كفاح. انا كنت شغال من 10 سنين، من 14 سنه بالظبط. تمام. بدات اوزع قطع غيار، والحمد لله ليا في على مستوى الجمهوريه 20 محافظه بمراكزها بقراها منتجي بينزل فيها. تمام. بس للاسف المنتج اللي انا بوزعه مستورد. مستورد. تمام. مستورد يا فندم. طبعا المنتج المستورد ده بيدفع ضرائب في بلده وبيدفع تمنات في بلده وبيجي هنا ايه واللي بيشتغلوه طبعا في بلاد تانية. فانا من اربع سنين انا حلمت وعملت دراسه جدوى. طبعا مش انا اللي عملتها. تمام. التسويق، خبراء في التسويق، في الانتاج، في كل حاجه. تمام. دايما تستعين باهل الخبره مش اهل الثقه عشان تنجح. تمام. فمن اربع سنين يا فندم قررنا وحطينا اهداف قدامنا ان احنا خلال اربع سنين يكون عندي مصنع. وعندي مصنع ليه؟ هقول لك عندي هكون عندي مصنع ليه. اول حاجه يا فندم علشان اعمل منتج بيد مصريه وحل محل المنتج المستورد. وساعة ما كنت بقول لك تركيا وحط 100 خط احمر للاسف الشديد طبعا الساده المستوردين كل المنتجات جايه من تركيا. تركيا وما ادراك ما تركيا، اللي عماله بتحارب فينا وبتكسر في عظم الدوله. طبعا. بس انا بتكلم على الهواء بقول له ان مصر ام الدنيا، هتخسروا فلوس كتير وهياخدوا مأجورين عندهم يمولوهم، بس للآخر مصر منتصرة إن شاء الله. نعم. تمام. فأنا قلت لك بقى إن إحنا عاوزين نقبل على المستورد وإن شاء الله عملنا المصنع. والحلم الكبير اللي أنا وصلت له فعلا يا فندم إن أنا بطلع منتج مصري وشرف ليا يكون عليه. استأذنك معانا مداخلة كده، معانا الأستاذ عبد العزيز مرشد بالشرقية، رئيس مجلس أمناء بالتربية والتعليم. مرحب بيك يا أستاذ عبد العزيز. أهلا. شرف لينا عبد العزيز بين تكون ضيف الحلقة والله. تكرم. أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز. أهلاً. احنا بنتكلم عن تطوير مصر من 2014 وحصاد 2020. طبعا عرضنا مشاريع قومية كبيرة، من طفرة كبيرة حصلت في الطرق والصناعات والكباري. ده حصاد 2020 على مستوى جمهورية مصر العربية. كلمني رؤيتك ايه عن مصر؟ ماشي فندم. اولا ماشي فندم. اتفضل. تحياتي اولا لسيادتك. تحياتي. تحياتي يا فندم، شرفت. ونشكر القناه الجميله دي. الله يكرمك. وانا شفت التقرير، ويعني الحمد لله مصر العظيمه الحديثه بتتبني من جديد. تمام. ولا شك ان الموضوع اللي حضراتكم بتتناولوه وبيتناولوا الحاج السيد عن الصناعه. نعم. والصناعه منذ ثوره 52 واهتمام الرئيس عبد الناصر بالصناعه الثقيله كانت هي القاطره الحقيقيه اللي كانت بتنقل مصر الى مستوى يعني يضاهي او يسير في الطريق اللي مشيت فيه الدول المتقدمه. تمام. لكن لولا التآمر ولولا الحقد على مصر وانها ما ترفعش راسها دايما لانها عملاقه اذا ما رفعت راسها، فاستطاعوا انهم يعطلوا هذه النهضه. نعم. الى ان جاءت الحركه الاخيره والثورة، ثورة 30 يونيو لتنقل مصر برضو لبناء مصر الحديثة.
تمام. وربنا هيئ لنا قيادة مؤمنة تماما إيمان بأن مصر هي أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا بإذن الله. ولذلك كان الاهتمام النهاردة برضو بالصناعة. نعم. لا شك أن المشروعات إحنا بنلمسها، وإن كان لسه المشوار قدامنا طويل وطويل، لأن إحنا كشعب نريد أن يكون لنا دور في عملية الاستثمار. تمام. وهو قافلة التطور والتقدم والنهضة. وبالتالي أنا شايف أن الأستاذ سيد وهو بيتكلم وكأنه في مشروع هو بيقدمه في هذا الاتجاه. احنا عاوزين برضو، انا شايف ان في رجال الاعمال يعني مطلوب منهم همة اكتر واكتر لكي ننهض ببلدنا باسرع وقت كما يريد الرئيس السيسي. الرئيس السيسي يهمه الانجاز السريع بحيث ان احنا ننهض الدول المتقدمة وننافس الغول اللي بيحاول يسيطر على العالم. لا، احنا جدها وجدود ان شاء الله. ان شاء الله. فاذا كان الاستاذ سيد بيقدم مشروع، انا يمكن ما طلعتش على المشروع كويس، او هو ما لسه ما عرضوش كويس، لكن احنا عاوزين نسهل لهؤلاء المستثمرين زي ما قال المهندس كريم صبحي، ان احنا في حاجه الى ان احنا نمهد الطريق للاستثمار، وان احنا نحل العقبات. واذا كان الاستاذ سيد قدامه عقبات اكيد يا فندم بيتقدم بها للمسؤولين، واذا كان هناك عقبات نستطيع ان احنا نذللها باذن الله من خلال الحكومه الحاليه اللي هي بتسعى دائما للتطوير وتنفيذ كل توجيهات القياده السياسيه. اتمنى باذن الله تعالى ان احنا نرى مشروعاتنا محاطة بعناية كاملة من المسؤولين، حتى نستطيع ان احنا نطمئن رجال الاعمال والرأسمالية الوطنية على انها بتبني بلدها، وانها محل احترام ومحل تقدير من الشعب ومن القيادة السياسية. تمام يا فندم. اتمنى باذن الله تعالى ان احنا نشهد، لان برضو الصناعات المغذية اللي يتكلم عنها الأستاذ كريم صبحي، المشروعات الصناعات المغذية مهمة جدا، وبلاد متقدمة تقدم كبير نتيجة اهتمامها بقطع الغيار البسيطة اللي بتصدرها وتدر عائد كبير، وخصوصا في العملة الصعبة. تمام فندم. تمام. عماله بتاخد عماله، بنشغل عماله، وده همنا الكبير ان احنا نحرم اولادنا، نمنع اولادنا من الغربه والذهاب الى بلاد غريبه، وبلادنا احوج ما تكون. الايدي العامله بره المصريه، الايدي العامله المصريه بره متقدمه وعظيمه وبتنتج، وعندنا هنا ما اعرفش ايه السبب ان احنا هل ما عندناش القدره ان احنا نوجد في اولادنا النخوه المصريه العظيمه اللي نبني بها مصرنا كما يريدها الرئيس السيسي. اتمنى باذن الله ان احنا نشهد مصر الجديده كما تصورها القياده السياسيه وكما تريدها الثوره بتاعتنا. نريد ان نرى في القريب العاجل باذن الله إن بلدنا شامخة، وهي شامخة بإذن الله تعالى. شكرا. أشكرك يا فندم. شرفت. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. طبعا سمعنا طبعا اتصال هاتفي من الأستاذ عبد العزيز مرشد رئيس مجلس أمناء بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية. الراجل قال إيه على الاستثمارات وعلق على المهندس كريم. تمام. والكلام اللي هو اتقال. اتفضل. خلينا نكمل بقى قصة الكفاح. تمام. إن إحنا طبعا أنا هدفي اعمل منتج وينزل البلد مكان المستورد، واعمل برضو منتج ويطلع بره. تمام. وطبعا يوفر عمله صعبه للبلد، واشغل اولاد بلدنا. يعني بنقول لرجال الاعمال والمستثمرين، انت ربنا يعني اكرمك بمال. تمام.
طيب ما تستغله في مصر. طب ما الشاب المصري حلمه بسيط، حلمه يلاقي فرصة عمل علشان يعيش، علشان بيعول أسرة. فواجب علينا احنا كمستثمرين، احنا فعلا في صعاب وهنتكلم عليها، في صعاب بتجابلنا في التصنيع وهنتكلم عليها. وسيادة الرئيس اصلا ما انا يعني هو توجهاته كلها تذليل عقبات والكلام ده، لانه ابن القوات المسلحة المصرية اللي بيفوتوا في الحديد. انت مش علشان اسمحلي يا فندم، استغاثة في اوراق فضل عندك في قلب شركتك، كلمنا عليها. طبعا ايه طبعا هي الاستغاثة دي؟ طبعا يا فندم في عجالة بس. انا يا فندم لما قررت استثمر في السويس، تمام، استأجرت عنبر من شركة في السويس. العنبر ده مساحته 4000 متر، تمام، بنسبة إيجارية تقارب 90,000، تمام. وبعد كده جبت خط الانتاج وركبته وطلعنا الانتاج التجريبي، يعني طلعنا عينات وكده واشتغلنا. وعلشان نقدم الحكومة حقها واشتغل في النور، بطاقة ضريبية وسجل تجاري ودراسة جدوى معمولة بإيد مصرية، تمام، مهندسين على أعلى مستوى وفكر عالي. فتوجهنا لهيئة الاستثمار، لأن ترخصنا من هيئة الاستثمار، تمام، فرع القناة في مدينة الاستثمارية، ورحبوا مشكورين بدراسة الجدوى والكلام ده. وبعد كده يا فندم أرسلوا خطاب للسيد المحترم سكرتير عام محافظة السويس، تمام، وكان الكلام ده في 1/10، في 1/10 الكلام ده، يعني دخلنا على شهرين دلوقتي، تمام. فاللي حصل سيادته، مش هنقول لغى المعاينة، لا، هو عمل إرجاء للمعاينة، تمام، لحين إبرام اتفاق بين المحافظة وبين الشركة المؤجرة لنا على إنه ياخد نسبة من الإيجار. طبعا تمام. ده إحنا بعيد عن المشكلة، تمام. سيادة المحافظ رئيس جمهوريته لو له دين بياخده من 4 شهور. فأنا قبل ما أخلص كلامي في الموضوع ده بطمن، لأن والله ما بزوف في الكلام، أنا شايف الخوف في عيون الناس بتشغل معايا، والله شايف الخوف في عيونه. بمعنى ايه الخوف؟ بمعنى انه هو خايف بكره ما يشتغلش. اه انا بتكلم بقول لك خايف بكره ما يشتغلش.